بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وهنتكلم فيه عن دواء من الادوية المهمة جدا للحمام وللطيور. طبعا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدم حاجة للحمام تنفع الحمام في رفع المناعة، في تحسين الخصوبة، طبعا للوقاية من الامراض، للحفاظ على الطيور اللي موجودة عندنا. فان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجه مستخلصه من الاعشاب الطبيعيه. اللي معانا النهارده ده ان شاء الله اسمه جينكو بلس، دي كبسولات جينكو بلس. طبعا دوت يا جماعه خلاصه الجينسنج الاسيوي. طبعا الجينسنج زي ما احنا عارفين من افضل الاعشاب اللي بتشتغل على رفع المناعه وعلى تحسين اداء الجهاز المناعي، وبتشتغل برضو معانا على تنشيط الجسم وعلى تنشيط الجهاز التناسلي وعلى تحفيز الذكور. فطبعا دوت حاجه مهمه جدا جدا للحمام، تمام كده؟ طيب هنعرف فوائده كلها ايه بالتفصيل، وهنعرف سعره كام، وهنعرف استخدامه ازاي في الفيديو دوت. بس يا ريت قبل ما نبدا في الشرح العملي ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناه، وتفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. ويلا بينا نبدا بسم الله، وما تنساش صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه يا جماعه دي كبسولات جينسنج. طبعا العلبه فيها 20 كبسوله، طبعا بيكون فيها شريطين بالشكل ده، شريطين بالشكل ده، كل شريط 10 كبسولات، سعرها 18 جنيه، تمام كده؟ يعني الكبسوله مش محصله 90 قرش، تقريبا 90 قرش بالظبط، تمام كده؟ طيب دوت استخدامه بيكون ايه، او ده عباره عن ايه، او ده بيعمل ايه للحمام؟ هقول لك. اولا الجينسنج من الاعشاب الطبيعيه المهمه جدا، فده طبعا مستخلص من اعشاب الجينسنج، وبيشتغل معانا على تحسين اداء الجهاز المناعي، تحسين اداء الجهاز التنفسي، وللوقايه وللعلاج من حالات البرد وصعوبه التنفس. طبعا بيشتغل ومهم جدا في زياده الخصوبه عند الذكر، وتحسين اداء الجهاز التناسلي للذكر وللنتاية، تمام كده؟ تمام. دوت بقى حاجه مهمه جدا فيه ان هو منشط عامل الجسم، او بيرفع طاقه الجسم. يعني لو عندك الحمام مثلا فيه خمول او كسل او الكلام ده، او انت من الناس اللي بتسابق، فده مهم قبل السبق وقبل طيران الحمام الزاجل مثلا، تمام كده؟ طيب دوت ازاي هنستخدمه للحمام؟ هقول لك ده استخدامه سهل جدا للحمام. طبعا بيجي زي ما قلنا كبسولات بالشكل ده، تمام؟ هنفتحها دلوقتي ونشوف هنستخدمها ازاي عملي. ديت ازازه اهي يا جماعه، تمام؟ هجيب فيها شويه ميه وهوريكم هنستخدمه ازاي. طبعا دول شويه ميه صغيرين اهم، اقل من ربع الازازه، عشان بس ايه نبوش فيها الكبسوله دي. بنفتح كبسوله بالشكل ده، كبسوله اهي يا جماعه، كبسوله ناشفه، والكبسوله دي بتتفك كده، الكبسوله دي بتتفك، هي جزئين اهي، هنخبط عليها بس من الاول من هنا وهنفكها بالشكل ده اهي، تمام كده؟ بتتفك بالشكل ده، وهنيجي في الازازه وهنفضيها بالشكل ده اهي، بيكون جواها بودر، بنفضيه بالشكل ده. فانا قلت لك في ازازه عشان نعرف نبوشها، تمام؟ وبعد كده هنرجها بالطريقه دي، تمام كده؟ رجناها بالطريقه دي، بصوا بقت عامله ازاي، دابت كلها جوه الميه اهي، تمام كده؟ وهنبدا في ان احنا نستخدم شويه دولت على لتر ميه. يعني ممكن دلوقتي نكمل الازازه دي ميه، هكملها ميه دلوقتي وهنستخدمه للحمام، تمام كده يا جماعه؟ كملت الازازه ميه اهي، لتر ميه، تمام كده؟ يبقى الكبسوله على لتر ميه، وهنملى منها المسق بتاعه الحمام بالشكل ده. تمام كده يا جماعه؟ فاحنا كده ملينا منها مسق الحمام اهو، تمام؟ ممكن نستخدمها لمده قد ايه بقى الكبسولات ديت؟ ممكن نستخدمها من 3 ايام لخمس ايام على الميه، تمام كده؟ ان شاء الله ما فيش منها ضرر، استخدامها زي ما قلنا كبسوله واحده على كل لتر ميه،
سواء بتربي حمام جماعي او بتربي حمام في سلكات زي اللي عندي ده كده. تمام كده. طيب لو انا عايز بدل ما احط في ازازه وبتاع، ممكن افضي نص كبسوله على كل مسقه، المسقه اللي هي نص لتر دي نفضي عليها نص كبسوله، يبقى الكبسوله على مسقتين. تمام كده. طيب لو عايز استخدم مباشر لفرد حمام مثلا، هستخدم ازاي؟ هنفتح الكبسوله، هناخد ربع الكبسوله في شويه ميه ونديها لفرد حمام في بقه. لو احنا عايزين مثلا نستخدم لحمامتين ثلاثة أربعة بس، ممكن برضو على شوية مية صغيرين في كوباية صغيرة ولا حاجة، ونبوش كبسولة ونديها لأربع حمامات. هنجيب مثلا كوباية نحط فيها 12 سنتي مية، وندوب عليه الكبسولة وندي كل فرد حمام 3 سنتي في بقه مباشر. تمام كده. زي ما قلنا من 3 أيام لخمس أيام بإذن الله. ده كويس جدا جدا جدا، رافع مناعة كويس جدا للوقاية من الأمراض، طبعا الوقايه من الامراض الفيروسيه والامراض البكتيريه، لان رافع المناعه بتاعه الجسم. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم دوت بيرفع اداء الجهاز المناعي، يعني انت رفعت جهاز المناعه بتاع الحمام فانت كده في وقايه من اي امراض ممكن تيجي للحمام، سواء بقى امراض فيروسيه امراض بكتيريه اي حاجه بتيجي للحمام، فانت بترفع الجهاز المناعي نفسه اللي جوه جسم الحمام عشان يقاوم الامراض دي. فده من الحاجات المهمه جدا. تمام. زي ما قلت لكم برضو بيرفع الخصوبه وبيحفز الذكوره، فده كويس برضو في حالات الترويق، ترويق البيض لو الذكر عندك بيروق بيض، ولو الذكر عندك هادي خالص ما بيزفش على النتايه، فده هيحسن معاك برضو موضوع الذكوره عند الذكر. ونفس النظام عند النتايه، لو النتايه عندها مشاكل في الجهاز التناسلي او ما بتبيضش او بتبيض البيضه صغيره او مثلا بتريح او الكلام ده كله، فده ان شاء الله برضو هيعالج المشكله ديت وهيحسن من انتاج البيض برضو عند النتايه باذن الله. تمام كده. فده كان موضوع النهارده وفيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو، واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو. وما تنساش برضو لو عندك اي مشكله ابحث في القناه على اليوتيوب، اكتب اسم المشكله اللي عندك او اسم المرض اللي موجود عندك في الحمام او تشخيصك للحاله او وصفك للحاله في البحث بتاع اليوتيوب، واكتب بعديها ابو مريم التونسي، ان شاء الله هتلاقي فيديو موجود على القناه لعلاج المشكله اللي عندك. القناه عليها اكتر من 800 فيديو دلوقتي لجميع امراض الحمام ولجميع تحصينات الحمام او لجميع طرق تربيه الحمام والفرخ والتحضين وكل حاجه تخص تربيه الحمام باذن الله، هتلاقيها موجوده في الفيديوهات الموجوده على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.